السلام عليكم، معكم أخوكم محمد بن مترك. اليوم حنتكلم على موضوع مهم جدا وهو الاكتئاب. موضوع الاكتئاب موضوع جدا مهم. منظمة الصحة العالمية أشارت إلى أن أكثر من 500 مليون فرد حول العالم مصابين بالاكتئاب، بل أن منظمة الصحة العالمية أشارت بأن الاكتئاب قد يزداد في الأعوام القليلة المقبلة. طبعا الاكتئاب منتشر كثير في العالم بسبب أسباب خارجة عن إرادة الفرد، يعني منها ضغوط الحياة وأعباء الحياة المتزايدة أكثر فأكثر. وأيضا اللي يساعد بعض الأحيان في نشر الاكتئاب أكثر فأكثر هو جهل بعض الأفراد في الاكتئاب وفي كيفية التعامل معه. ومن ضمن الأسباب اللي خلتني أختار هذا الموضوع موضوع الاكتئاب بسبب أهميته هو أن أكثر المرتادين للعيادات النفسية منهم حالات اكتئاب، طبعا ما أشارت له منظمة الصحة العالمية وكثير من الإحصائيات الأخرى. وبعض الإحصاءات أشارت بأن إصابة الإناث بالاكتئاب أعلى من إصابة الذكور حول العالم. طبعا كل هذه الإحصاءات وغيرها تبين لنا أهمية موضوع الاكتئاب وأن إحنا كيف نقدر نعالجه، أو على الأقل كيف ممكن نستخدم بعض الأساليب اللي تخفف منه. في من أنواع الاكتئاب وهو خطير جدا اسمه ماسك ديبريشن، الاكتئاب المقنع، وهو يعني بأن الفرد لديه أعراض جسمية ونفسية على الاكتئاب ولكن لا يعني عندك. خلونا نعرف الاكتئاب. الاكتئاب ببساطة هو شعور الفرد بالحزن والضيق الشديد والمستمر والنظرة السوداوية في الحياة. أعراض الاكتئاب ببساطة هي الشعور العميق والمستمر بالحزن والضيق والنظرة السوداوية وقلة النوم والعجز وقلة الدافعية وعدم التركيز وصعوبة اتخاذ القرارات والشعور المبالغ فيه بالذنب وجلد الذات والإرهاق وقلة النوم وضعف الرغبة الجنسية وعدم التركيز وأفكار عن الموت والانتحار والشعور بقلق من المستقبل وخوف من الآخرين والإحباط المستمر بشكل كبير. في نقطة هنا مهمة لازم أوضحها، بأنه ما هو الفرق بين أعراض الاكتئاب الحقيقي اللي أنا ذكرتها قبل شوي وبين أعراض تغير المزاج. الفرق هو أن بعض الأشخاص يشعرون مثلا بضيق أو بسبب خسارة مالية أو بحزن بسيط بسبب فقدان عزيز ما، فهذا لا يعني الاكتئاب. الاكتئاب يا أخوة هو أن الفرد يشعر بالضيق والحزن الشديد والنظرة السوداوية للحياة بشكل مستمر، فهذا لا يعني الاكتئاب. فالاكتئاب يا أخوة بأن الواحد يشعر بالحزن والضيق الشديد بشكل مستمر وبشكل يؤثر على حياته بما لا يقل عن أسبوعين. فبعض الأشخاص لما يجي يقول لك أنا والله مكتئب اليوم بس بكرة سعيد، مو صحيح، هذا مو اكتئاب، هذا تغير في المشاعر، تغير في المزاج، تغير في الانفعال. فالاكتئاب ببساطة هو شعور الفرد بالضيق والحزن والنظرة السوداوية للحياة بشكل مستمر لا يقل عن أسبوعين ويؤثر على حياة الفرد. ولا تستطيع أنت تحكم عن نفسك بأنك مكتئب أو لا، فالطبيب النفسي أو الدكتور النفسي هو اللي يساعدك في عملية التشخيص وعملية القياس لمعرفة. الخطأ الشائع أن البعض يحكم على نفسه بأنه مكتئب، خطأ. الدكتور النفسي هو اللي شخصك وعنده مقاييس معينة وخبرة معينة يستطيع أن يعرف بأنك مكتئب أم لا. خلونا ببساطة نوضح طرق علاج الاكتئاب. من طرق علاج الاكتئاب أولا العلاج الدوائي. العلاج الدوائي يقوم به الطبيب النفسي وهو عن طريق صرف أدوية تسمى مضادات الاكتئاب، وهي ببساطة تعمل على توازن العمليات الكيميائية الموجودة بالجسم. ولا تأخذ هذه الأدوية من نفسك، فهي تأخذ وفق وصفة طبية من خلال الطبيب النفسي فقط. البعض عنده مفاهيم خاطئة عن الأدوية النفسية، يعني يقول لك أن الأدوية النفسية تضرني، الأدوية النفسية تسبب الاكتئاب، الأدوية النفسية تسبب هشل كلوي، الأدوية النفسية إلى آخره. بعض الأفراد يستخدم الأدوية النفسية من كيفه بدون وصفة طبيب، أو يوقفها أو يغيرها إلى علاج ثاني، أو يأخذها وما يصبر على مفعولها. الأدوية النفسية لن تضر إن شاء الله إذا أخذت وفق وصفة الطبيب، بل بالعكس الطبيب حيوقف لك إياها مستقبلا بشكل تدريجي، فلا تسبب الإدمان ولا غيره من الأفكار الخاطئة. ومن أنواع علاجات الاكتئاب اللي هو العلاج المعرفي السلوكي، احنا نسميه CBT Cognitive Behavior Therapy. هذا العلاج ببساطة يساعدك على تحديد الأفكار غير العقلانية التي متسبب لك الإحباط والاكتئاب واستبدالها بأفكار أخرى عقلانية. مثلا شخص توفى له قريب عزيز له، فبالتالي قد تأتي له أفكار سوداوية غير عقلانية بأنه ما يستطيع يعيش ولا يستطيع يتأقلم، فهنا الدكتور النفسي يساعد على أن يستبدل هذه الفكرة الغير عقلانية إلى فكرة أخرى عقلانية، فبدلا من أن يفكر بالضيق والحياة السوداوية يصبح يفكر ويتفائل في المستقبل بأنه قال تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ومن العلاجات المفيدة في علاج الاكتئاب اللي هو التواصل مع العلاقات الاجتماعية المحيطة بالفرد المكتئب لمساندته وما تسمى بالسوشيال سبورت.
والمساندة الاجتماعية تساعد على تشكيل الصلابة النفسية لدى الفرد، وهي سيكولوجيكال هاردنس، فيصبح الفرد صلب نفسيا لا تؤثر فيه الأحداث. بعض النصائح اللي أقدر أوجهها من خلال هذا المقطع للتخلص من الاكتئاب والحزن هي أولا الصلاة والاستغفار وذكر الله سبحانه وتعالى. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وأيضا العطاء والصدقة ومساعدة الآخرين، فهي تجلي الهم وتريح الصدر وتزيل الحزن. من الأشياء اللي تساعدك على التخلص من الحزن ومشاعر الضيق والاكتئاب اللي هو النشاط البدني، مثل ممارسة الرياضة بشكل منتظم بشكل يومي. لاحظ أن بعض الرياضيين بعد ما يمارسون الرياضة في النادي أو في غيره يشعرون براحة نفسية ويشعرون باسترخاء وبنشاط وتجدد حيويتهم. طبعا النشاط البدني حسب قدرتك، أعلاها السباحة وأقلها المشي. وإذا أردت أيضا أن تتخلص من مشاعر الحزن والضيق، جالس الأشخاص الإيجابيين وماشي الأشخاص الناجحين والإيجابيين الفاعلين، وتجنب المحبطين وأيضا احرص واحرصي دائما على تناول الأكل الصحي، الأكل الصحي الغني بالفيتامينات والمعادن مثل الخضروات والفواكه وغيرها. تجنبي قدر المستطاع تناول المأكولات الدسمة الغير مفيدة مثل الوجبات السريعة اللي ما تسمى بالفاست فود والجنك فود. حاول قدر المستطاع أن تكسر الروتين، فابتعد عن الروتين وعن الرتابة في الحياة، وابتعد قدر المستطاع عن الفراغ. وحاول قدر المستطاع أنك ما تجلس لحالك، واستغل وقت فراغك بشيء مفيد زي مثلا ممارسة رياضة معينة أو زيارة أحد الأقارب. ودربي نفسك على التفكير بالحاضر فقط، ولا تفكرون في الماضي الحزين الذي ذهب. فالماضي الحزين ذهب ولن يعود، والتفكير فيه لن يقدم ولن يؤخر شيء. ولا تقلق كثيرا من المستقبل، توكل على الله سبحانه وتعالى دائما وركز على حاضرك فقط. لا للماضي الحزين ولا للمستقبل الذي لم يأتي، يومك يومك، حاضرك فقط. البعض ممكن يقول لي كيف أني أنسى الماضي أو كيف أني مقلق من المستقبل؟ تقدر، درب نفسك دائما على التركيز بالحاضر فقط. فكل شيء بإذن الله سبحانه وتعالى مع الممارسة والتدريب يتحقق. التدريب والممارسة تحقق ما تريد. فالحلم بالتحلم والعلم بالتعلم. وإذا لديكم أي أسئلة أو استفسارات أو إضافات أو مقترحات، نرحب فيها على سناب شات أو على الخاص بتويتر. وفي الختام نقول: لا تفكر في الماضي الحزين ولا تقلق من المستقبل الذي لم يأتي، ركز على حاضرك فقط، وتفاءل وتوكل على الله سبحانه وتعالى.